نحن متواجدون بسوق المدينة الجديدة بوهران، واحد من أكبر الأسواق الذي يعرف حركية منقطعة النظير طيلة أيام الشهر الفضيل، فالإقبال عليه كبير لاقتناء كل ما لذ وطاب بما في ذلك التوابل. اقتناء التوابل في الأيام الأولى من شهر رمضان أمر اعتادت عليه العائلات الوهرانية، كيف لا وهي التي تضفي للأطباق مائدة الإفطار نكهة خاصة. جينا نشرو لي زيبيس تاع رمضان كما العادة، شرينا تاع الحريرة، شرينا تاع البوراك، شرينا تاع الدجاج، شرينا سمك الجبير، كروية، سوكسو كروية عنده شباب بزاف. نشرو كروية، نشرو سكنجبير، نشرو راس الحانوت، الكيري كما قالت الأخت، كلش. تختلف الطلبات على اختلاف الأطباق، لكن التوابل التي تجمع العائلة الوهرانية على طلبها تلك التي تستعمل في تحضير طبق الحريرة الوهرانية. شوف فيها كاع العطور تاع الحريرة، كاع العطور تاع الحريرة كلش. معروفين بالحريرة، كاين حريرة وهرانية وشوربة، ماشي بالفريك ولا حنا نديرو حريرة نورمال. هنا لكل بائع طريقته في عرض سلعته، فكلما أبدع في تقديم بضاعته من خلال خلطات التوابل المقدمة ومزج الألوان كلما شد إليه الزبائن أكثر، والتي تعد غالبيتهم من النساء. كاين لي سيروس تاع مالا شو، كاين تاع الحريرة، كاين تاع البوراك، كاين تاع الفرماج تاع كراتا تاع البيشامل، كاين تاع الكفتة، كاين تاع المرقز، كاين تاع السلاطة ماريني، كاين تاع الحوت، كاين تاع المعقودة. عندنا لي زيبيس هنايا خويا تاع سليفيا، خويا تاع حريرة، عندنا تاع الزيتون، كاين تاع الدجاج، كاين تاع الفريت معقودة، عندنا حرور، كروية، سكنجبير، سواليد تاع الحريرة معروفة بهم. غادرنا سوق المدينة الجديدة وتركناه كعادته يعج بالحركة ممن يقصدونه بحثا عن أجود أنواع التوابل والبهارات من كل الأحياء والبلديات، كيف لا وهو من أصبح يعد مملكة للتوابل بامتياز.